شرعت القوات الأمنية بقضاء الدجيل بتنفيذ حملة موسعة لحجز الدراجات النارية المخالفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد حركة الدراجات النارية من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للذوق العام. الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي. ضجيج أصواتها والقيادة الغير منضبطة لبعض سائقيها، مشاهد اعتاد المواطنون بقضاء الدجيل على سماعها ورؤيتها كل يوم في الشارع وفي كل مكان. أبطالها أصحاب الدراجات النارية الذين لم يلتزموا بالضوابط المرورية والآداب العامة. بعد نشكر دور القوات الأمنية في قضاء الدجيل لحرصها على المواطن من أصحاب الدراجات. أكو ناس قاعد تجي بالسوق تفحط بدراجاتها النارية وتخوف العالم والعوائل، وكن نسوان شال أطفال وياها ترعبهم يعني داخل السوق. فاحنا نشكر دور القوات الأمنية قاعدة تصادر دراجات وتصادر الغير مرخصة، خاصة أصحاب الدراجات النارية طبعا يسببون إزعاج كبير في قضاء الدجيل، مما أدى إلى دور القوات الأمنية ودورها الكبير بحجز هذه الدراجات، لأنهم طبعا الحقيقة يثيرون الإزعاج وأيضا ما يحترمون الذوق العام. فلهذا طبعا احنا بدورنا كمواطنين نشيد بهذه الخطوة، خطوة مرور قاطع الدجيل، ولا سيما مساندة من القوات الأمنية شرطة مركز الدجيل، نثمن على هذه الجهود ونتمنى من الشباب يعني مو بس الحجز الدراجات، نتمنى من يكون عندهم ذوق عام واحترام الآخرين وعدم سبب إزعاج الناس. فيما شرعت القوات الأمنية بقضاء الدجيل بتنفيذ حملة موسعة لحجز الدراجات النارية المخالفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد حركة الدراجات النارية من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، فضلا عن اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين. اليوم احنا كمواطنين بقضاء الدجيل نأيد الحملة اللي أطلقتها القوات الأمنية مصادرة الدراجات النارية مما يسببون إزعاج حقيقة للمواطنين خصوصا أصحاب التفحيط، لذلك نشيد بدور القوات الأمنية محاسبة الخارجين عن القانون، ونتمنى هاي الحملة تستمر، لأن بصراحة يعني أصبح بقضاء الدجيل أمر ضروري لتطبيق القانون. المخالفات المتكررة لأصحاب الدراجات النارية دفعت الجهات الأمنية بتنفيذ حملة لحجز المخالفين للآداب العامة. لقناة صلاح الدين الفضائي فضل أنصاري، قضاء الدجيل.